مباشرة عبر الهاتف دكتور محمد بعصيري، نائب حاكم مصرف لبنان سابقا. طبعا هو عنده مداخلة، عنده شيء يقوله، ولكن نحن بدنا نرحب فيك بالبداية دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير مدام كاتبين. أهلا، صباح النور. ضيفك معالي الوزير فادي عقود، اللي كلام اللي قاله بالفعل بطابق الحقيقة وكلام منطقي جدا، وأنا معجب جدا بنظرته للوضع الاقتصادي للسيد فادي. نعم. انا حبيت اعمل مداخله لها علاقه بالكابيتال كنترول. افتكرنا لها علاقه بتعيينات نواب الحاكم. لا وراهي. هلا بنسالك عنها، تفضل. هذا موضوع متروك للحكومه. نعم. اما بيتعلق كابيتال كنترول، انا موافق مع الوزير 100%، بس عندي اقتراح بحب اضيفه. لازم اي قانون له علاقه بالكابيتال كنترول، اوكي، مع انه انا بالمبدا مش كثير مع يكون في قانون له علاقه بالكابيتال كنترول، لان تماما مثل ما قال معالي عطى مثل الارجنتين، وهذا شغله كثير مهم نضوي عليها. يجب على اي قانون بحال كان في نيه او اتجاه باصدار قانون للكابيتال كنترول ياخذ بعين الاعتبار الودائع التي حولت ما بعد 17 تشرين اول من عام 2009. هذا موضوع مهم. صحيح. ما بيجوز يكون في استنساب لتحويل بعض ودائع حساب بعض ودائع ثاني. اما بالنسبه للتحويل اللي صار، هو عمل مخالف للدستور. مش موضوع الاستنساب بحد ذاته هو المخالف، مخالف الدستور، ان الدستور كفل حريه التحويل لجميع المودعين. عدم قيام المصارف او بعض المصارف او بعض المصارف او بعض المصرفين بتحويل ودائع الناس برغبة التحويل او ما حولوا لها، هذا مخالف للدستور. انا بفهم انه في شيء اسمه فورس ماجور، انه ما في بنك بيقدر يكون عنده سيوله 100% يحول للكاش. نعم. ولكن هالفورس ماجور بيسقط كحجه لبعض المصرفين حولوا بشكل استنسابي لما حولوا بعض الودائع، وخصوصا الودائع العائدة لأصحاب بعض المصارف والجهات المقربة لها. أي قانون له علاقة بالكابيتال كنترول لازم يلحظ مادة واضحة وصريحة. بس بعد في أمل دكتور برأيك يرجع هذا المشروع بغض النظر ويتحول فعلا إلى قانون، أم أنه بفعل الخلافات اللي حصلت أنه خلص أصبح وراءنا؟ نعم، بغض النظر عن مدام كاتبين، بحال أقول أنا ما كثير أنا فيفر إنه يطلع هيك قانون، بس بحال طلع هيك قانون لازم يلزم جميع أصحاب المصارف والجهات المقربة اللي قاموا بتحويل ودائع هي يستعيدوا ودائعهم للبنان، يستعيدوا، ولا شرط إنه ما يعتبروا كفرش ماني حتى يرجعوا يحولوها مرة ثانية، هذه كثير مهمة. نعم. وشغلة ثانية، إن تكون في آلية لملاحظة أموال المنهوبة، إذا بقولوا معالي صحيح، هل نحن بدنا نجازي المودعين اللي حطوا ودائعهم بلبنان سواء مغتربين او مقيمين، نقول له لان ما حولتوا فاذا نجازيكم وفي كابتن كنترول عليكم؟ اللي حول بالقبل وخصوصا لما سكرت مصارف بالاسبوعين حولوا اموال لهم ولغيرهم، انه هوليك انه خلص يعني عفى الله عما مضى، وهوليك تحطين على قلبهم، واللي بقي علقهم بلبنان خلص انه هذا بنجازيه، هذا غير منصف وغير عادل وغير قانوني وغير دستوري. نعم. طيب انا عندي سؤال عن التعيينات، تعيينات نواب الحاكم لك دكتور. يعني اولا اسمك متداول ببعض يعني وسائل الاعلام انه عم بينعمل وفي مساعي سياسيه لعودتك، هذا اولا بدي تعليق من حضرتك. ثانيا عم بينحكى انه هذا مش وقت انه يتعينوا هلا النواب والتكاليف يلي بده يتكلفوها، واصلا شو بيعملوا نواب الحاكم؟ تفضل، بدي تعليق من حضرتك على هذا الكلام. نعم مدام كاترين، بالنسبه للشق الاول من السؤال، انا ماني معني بالتعيين، قرار التعيين هو قرار بتاخذه حكومي. اما بالنسبه للشق الثاني من هذا، نواب الحاكم مع الحاكم مع مدير عام الماليه مع مدير عام وزاره الاقتصاد، هون بشكله ما يدعى او ما يسمى بالمجلس المركزي. القرارات المصرفيه والنقديه بياخذها المجلس المركزي مجتمعا، اللي هو بيرأسه الحاكم وفي اربع نواب، مدير عام الماليه، مدير عام الاقتصاد، هيدا بشكل ما يدعى بالمجلس المركزي. له المجلس فارغ من مده سنه، وهذا ما بيجوز، وهلا كمان حاليا من ابتداء من امبارح لحقوا فراغ لجنه الرقابه على المصارف. نحن ما بنقدر نقول انه بدنا نعمل كابيتال او نعمل بنك ريكابيتاليزيشن، اعاده هيكله الاموال المصارف او هيكله القطاع المصرفي واي خطوه مصرفيه في ظل فراغ قاتل بمصرف لبنان. ما في لا مجلس مركزي
ولا في الاشرابي. فاذا دور نائب الحاكم هو عضو بالمجلس المركزي بيساهم برسم سياسات المصرفيه والنقديه. يعني وهلا وقته برايك والتعيينات ملحقه انها تصير بهالمرحله؟ حتى ولو كنا يعني بمرحله استثنائيه ومشاكلنا الماليه والاقتصاديه والنقديه باوجة. مدام كاترين لازم المجلس المركزي يكون شغال من سنه. في فراغ من نائب الحاكم سنه، معناتها ما في مجلس مركزي. يعني ما في سلطه بتاخذ القرارات، حاكم مصرفي بياخذ قرارات بشكل في فورس ماجور مضطر ياخذ قرار لما في مجلس مركزي. وهلا المشكله الاكبر صارت انه في فراغ بالمجلس الرقابي على المصارف. هلا وقته طبيعي، هلا وقته، نحن عم نحكي باصلاح مصرفي، عم نحكي بدا مش مصرفي، عم نحكي باعاده هيكله القطاع المصرفي، عم نحكي باعاده رسمه المصارف. اكيد هالفراغ الموجود قطاع مصرفي ما ممكن يتم هالشيء عم بحكي عنه اذا ما في. طب ما الذي يعرقل اذا ما الذي يعرقل التعيينات اليوم برايك؟ ومن؟ انا ماني معني بالامر يا مدام كاترين، ماني معني. حضرتك من اكثر المعنيين. انا مدام كاترين، انا مواطن لبناني، انا بخدمه البلد. باي موضوع ترتدي الحكومه لازم بس عم نسمع في ضغوط خارجيه امريكيه تحديدا لعودتك، هل هذا صحيح؟ مدام كاترين، هيدا القرار قرار الحكومه، انا ماني معني باي كلام بيطلع بالجرايد والصحف، بالعكس تمام. انا انا كمواطن لبناني بخدمه البلد. شكرا لك على اي حال دكتور محمد بعصيري نائب حاكم مصرف لبنان.